السلام عليكم. موضوع الحلقه دي مش طبي، بس هتكلم فيها عن سؤال مهم جدا وناس كتير قوي فكرت فيه، واكيد انت كمان فكرت فيه وبتقول ليه الدوله ما بتعملش كده. طب ايه هو السؤال ده اصلا؟ ليه الدوله ما بتطبعش فلوس كتير بحيث انها تبقى غنيه وتقضي على مشكله الفقر، وخصوصا ان التكلفه اللي بتحتاجها الدوله عشان تطبع الجنيه هي نفسها اللي بتحتاجها تقريبا عشان تطبع ال 100 جنيه، فهيكون كلنا اغنياء ومفيش حد فقير. ففي اسباب غير علميه ودي اللي بتعتمد على المنطق، وفي اسباب علميه ودي اللي بتعتمد على اتفاقيات دوليه. فلو عايز تعرف الاجابه على السؤال ده اسمع الفيديو ده للاخر، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك والاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد هنزله. خلينا في الاسباب الغير علميه. بالمنطق كده عايزك تتخيل معايا ان كل الناس بقت غنيه، فمحدش فيهم هينزل ويشتغل عشان فعلا بقى معاه فلوس كتير يقدر يعمل بقى اي حاجه هو عايزها. فعلى سبيل المثال العامل اللي في المصنع مش هيضطر انه ينزل يشتغل تاني في المصنع عشان هو مش محتاج فلوس، فده هيؤدي لتدمير الصناعه. وبرضه التاجر اللي بيسافر من بلد لبلد عشان يجيب بضاعه مش هيضطر انه يعمل كده، فده كمان هيؤدي لتدمير التجاره. وبالمثل بقى في الزراعه وغيرها في باقي المجالات. فالوقت لو الدوله طبعت فلوس كتير فكل الناس هتبقى اغنياء، فمحدش فيهم هينزل يشتغل، فده هيؤدي لتدمير اقتصاد البلد. طيب نروح لتاني سبب منطقي برضه، ان الدوله لو طبعت فلوس كتير فده هيعمل حاجه اسمها التضخم المالي، بمعنى ان الاسعار كلها هترتفع بدرجه كبيره جدا زي ما حصل في دول كتير زي الصين وشيلي والارجنتين واليونان، وضيف عليهم دوله زيمبابوي اللي وصلت في فتره من الفترات ان سعر البيضه الواحده عدى المليار. فدي كانت بعض الاسباب المنطقيه اللي معظم الناس فكرت فيها. نروح بقى للاسباب العلميه. كان زمان في اتفاقيات بين الدول بحيث ان كل دوله ما تطبعش فلوس غير ما يكون عندها نفس القيمه بسيادتها. عايزك تفترض كده معايا حاجه، ان الدوله بتطبع في السنه مليار جنيه، فلازم يكون عندها قيمه من الذهب تعادل المليار جنيه. ان انت مثلا لو معاك 10 دولار وسافرت للولايات المتحده فليك الحق انك تبدلهم بنفس القيمه بالذهب، بس الاتفاقيات دي كانت زمان ساعه ما كان الذهب متوفر بكميات كبيره، انما حاليا عوضوا عن الذهب بالعمله الصعبه والقروض. فعشان الاسباب دي العلميه والغير علميه بقت كل دوله ملتزمه انها تطبع كميه محدده من الفلوس، وخصوصا الفلوس الفكه عشان الاقتصاد الداخلي للبلد يمشي. ده انت نفسك لما يكون معاك 50 جنيه على بعضها حالك بوقف وما بتبقاش عارف تعمل ايه، ما بالك بقى ان الدوله كلها ما هيبقاش فيها فكه، فده كده هيعمل ازمه فعلا. فمش عايزك تقول ليه الدوله بدل ما تطبع الجنيه تطبع 200 جنيه 100 جنيه ما هي كلها نفس التكلفه، لا مش عايزك تفكر كده خالص، فبكده الدوله بتدمر نفسها بنفسها. وبس كده، ده كان موضوع الحلقه. فلو فعلا استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك والاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.